قبيل أيام معدودة عن موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في الشهر العاشر، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال استعداداتها الفنية لإجراء الانتخابات. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستعدادات عالية لإجراء الانتخابات من خلال توزيع البطاقة البايومترية، ومن خلال التحديث السابق، ومن خلال تسجيل الأحزاب، وكذلك بوضع جدول عملياتي فني لأجل إقامة الانتخابات، والمفوضية تعمل على وفق الجدول الفني لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد. ويحث مكتب انتخابات بغداد الكرخ الناخبين على أهمية استلام بطاقاتهم الانتخابية كونها تشكل وثيقة مهمة. المجلس المفوضين جميع التحضيرات اللوجستية والفنية والإدارية مؤكدة على إجراء الموعد الانتخابي في مصر على إجراءه في العاشر من الشهر الأول لعام 2021، وبذلك تستكمل جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية والفنية إضافة إلى الحملات الإعلامية، وبعد استكمال جميع المعلومات التحديث البيانات بمراجعة مراكز الجيل المنتشرة في عموم جانب الكرخ والبالغ عدد 84، مراجعه مراكز سجل استلام البطاقه البايومتريه لانها اصبحت بطاقه رسميه معتمده وضمن المسبسكات الرسميه المطلوبه في المؤسسات الحكوميه. وحذرت منظمات حقوقيه من وجود حوالي 3 ملايين بطاقه انتخابيه لم يستلمها الناخبون، وذلك قبل ايام قليله على موعد الانتخابات. لوكاله الداعي نيوز، صالح العربي، بغداد.